مدينة كراتشي الباكستانية في أعقاب محاولة اغتيال فاشلة وقعت هنا قبل أيام. 4 رجال على متن دراجاتهم النارية أفرغوا رصاصات بنادقهم في هذه السيارة وفي وضح النهار. أما الهدف فكان هذا الصحفي ومقدم البرامج التلفزيوني الشهير حامد مير. قال لي لقد أطلقوا علي النار وهم الآن يطاردونني ويحاولون قتلي. كنا نعلم أن هذا سيحدث. في مقر التلفزيون جيو نيوز أخبرني جواد كيف أن صديقه مير قال له مرارا إن وكالة الاستخبارات الباكستانية كانت تستهدفه. بعد الحادث انتقلت محطة جيو بادعائها من السر إلى العلن لتواجه الاستخبارات الباكستانية للمرة الأولى اتهاما علنيا. قد يجادل البعض أن بث الاتهامات بلا أدلة قد يكون عملا غير مسؤول، فماذا تقولون؟ جيو لا تعتقد بأن بث هذه الاتهامات يجب أن يعامل على أنه تهديد للأمن القومي. آراء حامد مير أيضا كانت وجها آخر من أوجه الأمن القومي هذا. يقول جواد إن الوقت قد حان لتحدي المؤسسة العسكرية. هنا في هذا الاستوديو كان مير يقدم برنامجه الحواري الشعبي، إلا أن كرسيه الآن بات فارغا بانتظار عودته التي لا يتوقع أن تكون قريبة. مير إعلامي شهير لكنه مثير للجدل، فقد أثار الكثير من القضايا الخلافية في المجتمع الباكستاني. أما محطة جيو نيوز فقد قررت خوض مواجهتها المفتوحة مع المؤسسة الأمنية. خلف هذه الجدران الإسمنتية يقع مقر وكالة الاستخبارات الباكستانية، وليس من السهل مقابلة كبار المسؤولين هنا. نجحنا فقط بانتزاع لقاء مع الجنرال المتقاعد حميد جول، وهو مدير سابق للجهاز في أواخر 80ات القرن الماضي. لا أعتقد أن الاستخبارات قد قتلت أحداً، لكنها تواجه الكثير من الشبهات. أليست الطريقة الأنجح لتبديد هذه الشبهات عبر التعاون مع بعض التحقيقات؟ كلا، الاستخبارات ستتعاون فقط عندما تطلب الحكومة منها ذلك. عندما كنت أتحدث مع الجنرال جول بدأ شديد الحرص على أن يؤكد لي أن البلاد في حالة حرب، فمن وجهة نظره هناك خطوط حمر تقتضي المصلحة الوطنية عدم تجاوزها. باكستان منقسمة وكذلك إعلامها، فللجيش أنصار في الوسط الإعلامي. فقد انبرت إحدى المحطات قائلة إن مير خائن للأمة لأنه اتهم الاستخبارات بالوقوف وراء محاولة اغتياله. وهكذا فالإعلام في باكستان يواجه تهديداً ويعيش أزمة، فمحطة جيو نيوز تطالب الاستخبارات بالتعاون مع التحقيق. مطلب صعب، ولا ندري إن كانت هنالك من صفقة تضمن عدم إغلاق محطة جيو نيوز نفسها.